واش كنقول لكم؟ اش كنقول لكم اخوتي؟ يا كنقول لكم سعاد راها شريفيه، راها شريفيه وبنت الادارسه، راها شريفيه وكتشرب الماء طايب وكتاكل لحم خضر، واللي حك عليها سعاد كتقرج فيه الشوكه وتبان فيه العلامه، واللي حك عليك الام واللي ظلمها طريقو طريق الحباسات، طريق المشاكل. الله سعاد، الله ينفعنا ببركتك سعاد. اللي حك عليك السيده كيمشي فيها، اللي حك عليك السيده كتبان فيه العلامه. سبحان الله العلي العظيم، الله ديما كينصر المظلوم. سعاد ظلمات وصبرات وكافحات، ولكن ربي سبحانه وتعالى بين لها الحق في الظالم. خوتي الله ينجينا وينجيكم من هاد العائله اللي ما بقات عائله، الصحاب اللي ما بقاو صحاب، والحباب اللي ما بقاو حباب، والجيران اللي ما بقاو جيران. الله يحضر السلامه وصافي. معطيات صادمه وكواليس ديال اليوم واشنو واقع اخوتي. السلام عليكم اخوتي الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه، لا نتوما لا الناس العزاز عليكم. كنتمنى من المهمات ديالي خوتي وخواتاتي اعطوني اللايكات ديالكم وضربوا لي التعاليق والبارطاج. الله يرحم لكم الوالدين، خليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق. نايضه ديال بصح ترونات واحد الروينه، الله يحضر السلامه وصافي ديال بصح. في اخباركم كاين شي كواليس اخوتي؟ قسما بالله وهذا رمضان صيامي حرام عليا الا كذبت عليكم، الا كنت عارفهم انا من شحال هادي. هادشي اللي خرج دابا راه من شحال هادي وكاين في الكواليس، وكنا كنطلعوا في ميس كنطلعوا كنقول لكم والعائله ما بقات عائله والعائله. هالفيديوهات ديالي غتلقاو شي شهر ونص ولا شهرين، انا كنقول سعاد وعائله سعاد وقفوا معاها، وعائله سعاد وقفوا مع اختكم، ما تخليوش البراني واقف مع اختكم وانتم تخلاو عليها. لاننا كنا كنسمعوا شي كواليس وشي حوايج وكنقولوا الله يهدي بنادم، الله يهدي بنادم. تقدر تكون سعاد غضب، يقدر يكون بنادم باقي مقلق على شي موضوع، ولكن راه ما يغصش بالدرجه انه يؤذي خوه ولا يؤذي شي واحد من عائلته، راه ضروري غادي يوقف معاهم. وسبحان الله العاد العظيم، انا قلت لكم سعاد راه شريفيه، هاد الصقعه راه مخالطه، راه ما صافياش، راه بجواله هاد الصقعه هادي، هاد الصقعه راه ما صافياش سعاد. اللي حك عليها كتقول الله ياخذ حقي، واحد الكلمه كتقولها ديما الله ياخذ حقي سعاد، وهاد الكلمه هي كلمه كبيره عند الله سبحانه وتعالى، ملي كتقول الله ياخذ حقي حسبي الله ونعم الوكيل. سعاد تخلوا على الشهود، تخلوا على كيما عرفتوا الشهود كاملين، وحده اللي كنا كنترجاو فيها واحد شويه الامل هي الاخت ديال سعاد، خرجت البارح وكتبكي بواحد السيريا، وانا كنتعرض لبزاف ديال الحوايج والهجوم انا غادي نقول لكم اليوم شنو واقع واشنو كاين بالضبط. تصور واحد النهار كانت سعاد ملي كان وقع مشكل ما بين الاخ يوسف الزروالي وسميره، كانت سعاد دات واحد البوست فيه التصويره ديالها هي وولادها والزروالي، ما كانش دات سميره. وانا عبد المذنب انا ديك الساعه اتصلت بسعاد ولمتها، قلت لها سعاد المشكل شو عرفوا النيه ديالنا حنا شحال كانت زوينه، قلت لها سعاد المشكل واقع ما بينك وما بين سميره والاخ يوسف الزروالي، خليك بعيده، انت دابا اختك واقفه معاك في هادشي ديال المحاكم وهادشي ديال الشكايات وهادشي كطلع معاك فاس وكتهبط كما كانوا كيقولوا لينا، واخ يوسف الزروالي كذلك واقف معاك، فما تدخليش في هاد المشكل، ما تخليك بعيده من هاد المشكل. سعاد لغد لي دات بوست وقالت لينا ان سميره ما عندها علاقه بالصالح، وان سميره عزيزه عليها، وان سميره الاخت ديالها، وشكرت سميره الصراحه، وكتقول لك انا سميره عزيزه عليا. سعاد ديما كتقولها، كتقول لك انا خواتاتي عزاز عليا، والاخ يوسف الزروالي تا هو خويا، والقنوات سعاد عمرها نكرت الخير. في حين ان نتفاجئوا البارح خارجه سميره كتبكي بواحد الهستيريا، وانا ما غنشهدش وما عرفتش كتقول، المهم قرب لها ديال بصح. بغيت نوجه لك واحد السؤال، واش نهار الاول رغمك شي واحد مع العلم ان كاين قنوات كيقولوا انك مقتنعه انت بواحد القضيه ديال زنا المحارم، انت مقتنعه بها وانت متيقنه منها وانت شايفه شي حوايج اللي ما شايفهمش السعاد، فلا يعقل انك شايفه المنكر ولكن حيت القنوات ما جاوش معايا في الموضوع ديال يوسف الزروالي، اولا اختي ما تضامنتش معايا في المشكل ما بيني وبين الزروالي، غنقلب الشهاده ديالي ولا ما غنبقاش باغا نشهد، وانا بغيت هذه المشاكل. وسبحان الله العظيم بغيتي ديروها بسعاد، سعاد ربي كبير، سعاد ربي كبير سبحانه وتعالى، ربي كبير، غتحضروا بزمنكم شهدي معاها، ما تشهديش مع اختي شغلك هذاك. حنا كل واحد والضمير ديالو، كل واحد وغادي ينعس في قبر بوحدو في قبرو، شي واحد ما غينعس معاك في قبرك، غادي شنو هي الشهاده؟ الشهاده انك شايف واحد المنكر يا اما باغا تستري عليه اولا ما باغاش وخايفه من المشاكل، شغلك هذاك. نهار الاول اختي ما باغاش نشهد، ما نمشيش مع الاخت ديالي ومساندها ونقول لها باغا نشهد،
وواحد الكلام اللي قلتيه وما عجبنيش ديال انك تحرضي وكتعمري من طرف القنوات وانك متعرضه لضغوطات على ود من على قبل الاخ ديالك اللي هي سعاد، كيقول لي وقفي معاها، كيقول لي سيري، وانا شحال مره كنقول على سعاد، بغا كنقول سعاد هبيله، سعاد عنيه هبيله بديك المفهوم ديال انها غنيه وسعاد مسكينه. ما كتعرفش سعاد، نقول لكم اللي كاين اخوتي، سعاد ما كتعرفش. كنا كنقولوا سميره مرات من هاد التجارب وبزاف ديال الحوايج، وانا كنت كنصح سعاد، وهي سعاد تخرج تمسخني، كنقول لها دي مع اختك ورا اختك توريك ورا اختك تما ورا اختك تعرف العون القضائي وتعرف المحاميين والاستاذه، وهذه قسما بالله العلي العظيم. علاش انا كنقول انا الاخ عمره ما يدوس خوه، والاخت عمرها ما تدوس اختها والعائله، وكيبقى دم واحد والوالدين على وجه الوالدين. تقدر تكون غلطات اختي واحد النهار، والخوت ديما كيتغيروا الخوت، ولكن الحمد لله على قبل الوالدين وعلى قبل الاخوه وعلى قبل الدين ديالنا كنعلو الشيطان وكنديروا المهم يدوز كنميكو حنا البراني، وكيدير فينا البراني. انا شحال من واحد كان قسما بالله وربي شاهد عليا، الى الناس ساكن حدانا واحد الدراري ما كنت كنهضر معاهم، كنبقى على الغامه كنهضرش انا وياهم شي 4 سنين وشحال ما كنهضرش معاهم. ملي توفات الام ديالي وجاو عندي في الوفاه ديال الام، وكنعنقهم وكنطلبوا مني السماحه بواحد النهار كبير عندي انا، وكبروا في عينيا ونسيت داكشي اللي وقع بيني وبينهم، نسيت المشاكل اللي كانوا كامل دبرانيين. واحد سملاك الاخت ديالك وكتجات عندك وكتقول لك البوس رجليك سمحي لي اختي سمحي لي، وكل والدين ودخلت لك بالله والمتتبعين اللي وقفوا معاك والقنوات كيوك، ها العار ما سمحي ليها، صافي ها العار موقفي مع الاخت ديالك، ها العار موقفي مع حنا راه ما لقيناش لها الجهد سعاد، ما لقيناش لها الجهد، واوقفي معاها بشهاده الحق وعلى كلمه الحق. وانتم اختكم غادا بوحده للمحكمه عباد الله، غادا بوحده والسريعه جايبه معاها رباعه مساندينها، واختكم غادا بوحده ونهار المحكمه نهار الحسم نهار اللي كان غادي يكون الحكم، وحنا عارفين سعاد والشخصيه ديالها ما غاتحملش، وتا شي واحد موقف معاها. واش الاخ اللي كيخرج يشرشم الاخت ديالو راه ما بقينا فاهم حتى شي حاجه. سميره الغلطه ديال الخرجه ديالك بالنسبه لي انا كانت خرجه انتحاريه، انا نقولك اللي كاين. تبع لي بكيك ما تبع لي ضحكك، الناس ما قالوش لك شهدي مع اختك ولا جي مع، وقالك شهدي بالحق وكملي، بديتي في واحد الموضوع غير كملي، اشنو بقى؟ بقات جلسه وحده انت شحال انت صبرتي معاها؟ قلتي كيحرضوك اختي خرجي وقولي شكون هادو اللي كيحرضوك، وشكون هادو اللي كيضغطوا عليك، وشكون هادو اللي كيوركوا عليك؟ ها هما اصحاب القنوات كلهم اللي مع سعاد كيقول لك خرجي، ولا عمرنا عيطنا لك ولا قلنا لك ديري وفعلي وتركي بالاوامر برقينا، ونخرج نقول شكون صافي وتصفى خواطر. ماشي انت عندك شي مشكل مع شي صاحب قناه ولا صاحبه قناه؟ لا غنتعادل مع اختي، لا على قبل اختي. واختك مسكينه اش دارت سعاد؟ اش دارت سعاد؟ لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، سعاد باغا غير حقها، وانتي كتشوفي كتعذب كتشوفي في حالتها، وانتي عارفه سعاد اكثر منا حنا، وعارفه الشخصيه ديالها، وعارفه غير هبيله، وعارفه بزاف ديال الحوايج. انا تخرج تسبني سعاد غير نتمس لاعذار، شحال مره سعاد كدير زباليه وكتخرج كتضرب فينا سعاد شحال مره، وعمرنا ما طلعنا وقلنا سعاد كلمه، كنقولوا صافي راه امر على ضغوطات راه بزاف ديال الحوايج حنا بعاد عليها، وانت قريبه منها واختك عباد الله. راه انا والله القسم الا تشوكيت فيك، وكنت واخد عليك واحد النظره وواحد الصوره زوينه في الصراحه، ولكن الصراحه الخرجه ديالك ديال البارح بيناتي وانا كنت عارف شي كواليس، كنقول لا واقيلا راه كيكذبوا، واقيلا راه هادي، واقيلا لا غتصدمنا راه غتفاجئنا في الجلسه الجايه، وكنخرج وكنلمح وعطيناك انذارات يا سميره وقف مع اختك. غادي نقول لك راه اليوم الدنيا وغدا الاخره، حيد التقليد عليك راه التقليد واعر والذنوب صعاب انك تكتب فيها شي منكر. دابا مشكل راه لا مشيتي بدلتي الشهاده ديالك، علاش نهار الاول قلتي هادي وسعاد بامكانها انها تتابعكم انكم نتوما اللي قلتوا لها ونتوما اللي قنعتوها؟ راه مشكله، راه مشكله الصراحه. شغنقول لكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله، الله يبين حق سعاد والله ينصر الحق. تحياتي لكم اخوتي الاعزاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.